نجمات الفن الجزائري اللي نحبوها كلنا واللي سكنت القلوب من خلال الأعمال الفنية الراقية اللي أصدرتها للساحة الفنية الجزائرية. هي واحدة من بين الأسماء اللي تعتبر لؤلؤة من لآلئ الجزائر بصوتها وبأدائها وبتميزها في نفس الوقت. هي المبدعة بفنها والمبدعة بأخلاقها، هي اللي أكيد أحبها الجمهور ورافقها على طول مشوارها الفني. في هذه الأثناء إذن سنستقبل النجمة الفنانة المبدعة المتألقة. أعطونا تحية كبيرة على الشاطئ يمينة. خير عليكم، مرحبا بكم. الليلة في ورق لا نبات.
راني عند جمهور مدينة وركلة، راني فرحانة اليوم راح نكون معهم بعد ما جيتش اليوم، راح نكون شوية أغاني جديدة وشوية نتمنى أنه يعجبهم الحفل وإن شاء الله ما تكونش أول آخر مرة نزورهم. الشابة يمينة ورح نستقبله مباشرة. إذا قلت واحد من ألمع الأسماء الفنية المعروفة في الساحة الصيفية والجزائرية، هو الفنان بفن والمبدع بأخلاقه، هو الاسم الذي نادته الصفوف الأولى في الأغنية الصيفية، فكان نجما وبامتياز. تحية كبيرة 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 كبيرة. لا والله لازم تبدأ من دك التحية الكبيرة وما لازمش تحبس. أنا حاب نسمع تحية كبيرة كبيرة منكم وتصفيرة من عند كل الشباب حتى نستقبل الرقم واحد في الأغنية الصيفية، النجمة الشابة 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 الشاب زينو. وعندي وحدة سميها ليلى، هي الصح هي المعلمة، يا وهي حبي الأول، هي حبي الأول، قلبها مليان مليان حنانة، هديك المفاتيح أنا هي اللي بيها قابلنا. كل الفنانين اللي مروا تفاجئوا بالجمهور، تفاجئوا بالتفاعل، واش تقول لنا على الزياره هذه؟ واسكو راح نشوفوا بعدها ان شاء الله زيارات اخرى ان شاء الله. السلام عليكم، تحيه لكم وتحيه لكم مشاهدينا اللي نشوفوا في التلفزيون. الحمد لله هذه اول مره في ايطاليا نسمع حفله عالميه
شاء الله ما تكونش الحرب ان شاء الله. الشعب اللي ديالي الشعب ديالي اللي جينا وناس الحمد لله جينا نصب الفرحة لله الحمد لله يعني نشكركم نشكركم بزاف. الجمهور الفنانين اللي جاوا عيطوا لي قالوا لي عندي تسمع عندي عندي اللي زيكوت عن الحفلة الدولية الفنانين كانوا فرحانين الناس كنت فاشلة يعني الجمهور ان شاء الله اليوم نزيدوا نديروا حفلة خير من اللي فاتوا ان شاء الله وان شاء الله العائلة الناس اللي جاوا عيطوا لي وكما تاني ان شاء الله يجيكم الحال ان شاء الله.